السلام عليكم مشاهدينا الكرام. أكد المتحدث العسكري باسم التحالف العربي أحمد عسيري أكد أن التحالف يسعى إلى إحداث حل سياسي شامل مبني على المرجعيات الوطنية والدولية. وأضاف عسيري خلال أعمال الندوة التي نظمتها السفارة اليمنية في باريس تحت عنوان تطورات الوضع في اليمن ومتطلبات السلام أن قوات التحالف منذ انطلاق أعمالها العسكرية تعمل على خطين متوازيين، الأول في إضعاف القدرات العسكرية للميليشيات والثاني يتمثل في إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية. وفي الجانب الإنساني تحدث عسيري وأكد أن قوات التحالف منحت أكثر من 6000 تصريح لجهات دولية للعمل داخل اليمن، معلنا أن هناك منظمات تطلق تقارير عن اليمن وهي غير متواجدة هناك. وأضاف أن ميناء الحديدة أصبح يوفر المال والسلاح بدلا عن المساعدات، مضيفا أن التحالف خير المجتمع الدولي بين التفتيش أو خضوع هذا الميناء للشرعية. نتوقف مشاهدين عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي الخيارات المتاحة أمام الشرعية والتحالف العربي لاستكمال التحرير؟ وكيف يمكن للشرعية والتحالف توجيه الرأي العالمي والدولي لصالح معركة التحرير؟ إذن مشاهدينا، يبدو المشهد اليمني أمام تغيرات كبيرة قادمة بالنظر إلى حجم التحركات الميدانية بشقيها السياسي والعسكري التي تصب في مجملها باتجاه معركة الحديدة. مشاهدينا، نشاهد هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. على عكس الاتهامات القائلة بجمود عسكري في اليمن، يؤكد التحالف العربي وجود تغييرات عسكرية سريعة في الميدان. فالعمليات العسكرية تعتمد وفق ناطقها الرسمي اللواء أحمد عسيري استراتيجية عدم الاستعجال تفاديا لوقوع خسائر في صفوف المدنيين. لم ينفع عسير ارتكاب التحالف أخطاء وتجاوزات، لكنه نفى وجود حصار على اليمن، موضحا أن التحالف فرض حظرا بحريا لمنع إمداد الميليشيا بالسلاح، ومنح في الوقت ذاته المنظمات الدولية تصاريح دخول لليمن، مستثنيا المنظمات التي تحمل أجندة سياسية. لو كان هناك حصار لما استطاعت المنظمات الإنسانية والحقوقية الدخول لليمن والتواصل والعمل، وهناك من المنظمات من يبذل جهده لإنجاز أعمال على الأرض، وهناك من المنظمات من يبذل جهده في الإعلام ومهاجمة التحالف والإساءة للعمل الإنساني الذي يقوم به المجتمع الدولي وليس التحالف. تصريحات عسيري التي ألقاها في ندوة أقامتها السفارة اليمنية بباريس ركزت على ميناء الحديدة الذي أضحى بحسب عسيري منفذا يمدد زمن الحرب اليمنية، فلم يعد الميناء مكانا آمنا لإيصال البضائع الاقتصادية بل مصدرا لتهريب الأسلحة الإيرانية والاتجار بالبشر. وفق عسيري فإن التحالف يعرض خيارين لحسم وضع الميناء: إما وضع مراقبين دوليين على الأرض لمتابعة المشاريع الإغاثية، أو عودة الميناء لسيطرة الحكومة الشرعية. سياسيا أكد عسيري سعي التحالف لحل سياسي شامل مشروط بتطبيق القرارات الدولية واحترام إرادة اليمنيين، مشيرا إلى أن الحرب في اليمن نشبت بسبب محاولة الحوثي جعل اليمن مرتبطا بأجندة خارجية. أرادت الميليشيات الإنقلابية إلغاء هوية الدولة اليمنية وتحويلها إلى بلد بدون قانون وبدون نظام مرتبط بأجندة خارجية، وتصبح منطلق لزعزعة الأمن والاستقرار لدول الجوار. بنظر عسكريين فإن التحالف العربي يبدو مصرا على المضي في عملياته العسكرية بالتوازي مع الاستمرار بالتعاطي الإيجابي مع الحلول السياسية، لكن التحالف وفق ناطقه لن يقبل الحلول الرمادية التي تجعل الإنقلابيين جزءا من الحل في اليمن. إذن مشاهدينا، نبدأ النقاش وينضم إلينا من باريس السفير اليمني رياض ياسين. معالي السفير، مساء الخير. أهلا، مساء النور. أهلا بك معالي السفير. يعني في البداية عن الندوة التي نظمتها السفارة اليوم، ما هي الأهداف والنتائج؟ الأهداف أعتقد أنها من أجل توضيح حقيقة ما يجري في داخل بلدنا اليمن، وتوضيح ذلك سواء للرأي العام أو الإعلام في داخل فرنسا على وجه الخصوص، وأيضا
على المستوى الدولي، وخاصة أنه يتصادف اليوم الذكرى الثانية لإصدار قرار الأمم المتحدة 2216 الذي كان يفترض به أن يطبق ويلتزم به ميليشيات الحسين وصالح. نحن مر اليوم عامان ولم ينفذ ولم يلتزم به الانقلابيين. نعم. فالأهداف الأخرى أيضا عديدة، بأنها تؤكد بأن نحن دائما نسعى للحل السلمي، ولكن أي حل سلمي فيما لا زالت ميليشيات الحوثيين وصالح تمارس كل أنواع الجرائم والإرهاب، من ضمنها إصدار أحكام الإعدامات بحق فخامة الرئيس وبقية المسؤولين، ثم إصدار الإعدام مؤخرا على أحد الإخوة الصحفيين، وكل الجرائم التي لا تزال ترتكبها، غير أنها لم تطلق سراح المعتقلين والمحتجزين لديها والمخفين قصريا، لا زالت تستخدم الأطفال كجنود في هذه الحرب التي فرضت علينا. كان هناك تغييب للأسف في الفترة السابقة لهذه الحقائق في الإعلام الأوروبي على وجه الخصوص، وكما تعلم أخي أنه بعض الجهات الإعلامية هي انتقائية مرات، لا تستوعب حقيقة ما يحصل في اليمن، وأردنا من خلال هذه الندوة لا تكون حرب منسية كما ذكرها سابقا وزير خارجية فرنسا وكما ذكرتها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي. نعم. أيضا سعادة السفير، يعني ما الأثر لمثل هذه الندوات والفعاليات في التأثير على نظرة المجتمع الدولي للمشهد اليمني؟ أولا الحمد لله الندوة كانت ناجحة جدا بمختلف المقاييس، وكان في إشادة كبيرة، نحن أكملناها قبل حوالي ساعة من الآن، كان هناك حضور كبير جدا من مختلف الجهات، ثم أن صداها سيتردد في وسائل الإعلام، وأعتقد أنتم إحدى هذه الوسائل التي تذكرها. في جانب آخر أنها بداية لانطلاقات عمل دبلوماسي وعمل سياسي توضيحي يتناسب مع التطورات والانتصارات التي تحصل على الأرض، يتناسب أيضا مع ما سمعتموه أيضا من خلال تصريحات أو من خلال طرح الأخ اللواء أحمد عسيري وبقية المشاركين في هذه الندوة. نعم. سعادة السفير، استسمحك بالبقاء معي، سأشرك معنا بالنقاش. سينضم إلينا من السعودية الخبير العسكري العميد حسن الشهري. مرحبا بك سيادة العميد. حياك الله أخي، تحية لك ولسعادة السفير الرياض. أهلا بك سيادة العميد. يعني في البداية، كيف تقيم أداء الشرعية والتحالف في جانب التواصل مع المجتمع الدولي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مع الأسف في العامين الماضية لم يكن هناك تواصل بالشكل المطلوب، بدأنا نلاحظ فيه، وخصوصا بعد دعوة التحالف على لسان المتحدث باسم التحالف سعادة اللواء أحمد عسيري. نعم. دعوة الأمم المتحدة للإشراف على الميناء الحديدة. نعم. كان له أثر بالغ ومؤثر أيضا في الدول التي لم يكن اليمن ضمن أولوياتها، ورفض الأمم المتحدة لذلك من هنا، ونتيجة التفكير حاليا في توجيه الرأي العالمي. نعم. ومع الأسف اللي فشلت فيه السياسة الخارجية اليمنية وأيضا الإعلام الخارجي، لأن الظروف كلنا نعلمها خلال العامين الماضيين، لكن الآن بدأ الاستثمار الحقيقي في البيئة الاستراتيجية الإيجابية التي تسير بالاتجاه الصحيح تجاه التحالف وتجاه الشعب اليمني الحالي. نعم. أنا أعتقد أنها نقطة تحول. سيادة العميد، ما يجري الآن سيادة العميد، هل يعتبر يعني كافي لتغيير قناعات وأولويات المجتمع الدولي ما يجري من أنشطة وتحرك من قبل التحالف والحكومة؟ الخطوة الأولى إيجابية، وسنستمر إن شاء الله بهذا المنطلق. كنت أتمنى أن تكون مثل هذه الندوات في لندن أو باريس أو عندما تنتقل لأي عاصمة من دول القرار والتأثير العالمي. نعم. أن تكون بلغة و
مفهوم تلك الدول وليس وكاننا نخاطب أنفسنا بلغتنا. وأنا وكنت أدرك أن هناك ترجمة للحاضري، ولكن عندما يكون الحديث باللغة الأم لتلك الأمة يكون التأثير أقوى، ويجب أن يكون ذلك من خلال إعلامنا الحكومي والخاص في منطقة الخليج والمنطقة العربية ودول التحالف بالذات. نعم. إذن سيادة العميد، أيضا هناك تصريح للعميد عسيري تحدث عن سعي التحالف لإحداث حل شامل. برأيك كيف يمكن أن تكون طبيعة هذا الحل الذي يعني تحدث عنه عسيري؟ أعتقد الآن الصورة واضحة، العمليات العسكرية هي استراتيجية مباشرة، استخدمت الاستراتيجية غير مباشرة من خلال المبادرة الخليجية والآليات التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني، وأيضا عمل قرار 2216. نعم. وكان هناك كثير من الاجتماعات والهدن، ولكنها لم تصل إلى، وصلت تقريبا كلها إلى طريق مسدود، وبالتالي كان خياره الوحيد هو العمل العسكري، ولكن العمل العسكري هو أداة للسياسة للوصول إلى حل شامل سياسي. نعم. ولكن يجب أن يكون هذا الحل ليس على حساب اليمنيين، ولن يسمح كما ذكر المتحدث باسم التحالف أن يكون الانقلابيين جزء من الحل وهم جزء من المشكلة، ويجب أن يقتنعوا بذلك، وإلا ستستمر العمليات. وأعتقد أنه بإغلاق الحبل السري في الحديدة سيرضخ كثير منهم أو سيتخلى أو سيحدث فيهم انفصال وانفصال، وبالتالي تصبح الحلول السياسية أقرب إلى أي وقت ماضي. نعم. سيادة العميد أستسمحك بالبقاء معي، أعود لي ضيفي الآخر سعادة السفير اليمني في باريس السيد رياض ياسين. يعني سعادة السفير، البعض يعيب على الشرعية بشكل عام يعني عن قلة نشاطها وتواصلها مع دوائر القرار الدولي والعالمي، هل تأتي هذه الفعاليات في هذا الإطار، أقصد إعادة النشاط؟ نعم، بالتأكيد لابد من إيجاد وسائل للتواصل. تعرف أن خاصة في العواصم الأوروبية المهمة مثل باريس لابد من إيجاد التواصل، ليس فقط التواصل الذي نقوم به من سابق مع المسؤولين الفرنسيين، لكن هنا الرأي العام ورأي العام أقصد فيه كل رأي العام بشكل أداة ضغط، وهذه من المهم أن تكون هناك ندوات ولقاءات صحفية وتلفزيونية، تكون هناك لقاءات ثنائية ثم ندوات ومؤتمرات، كل هذه المشاركات تؤدي أن لا تجعل الحرب كما يقولون في اليمن حرب منسية أو مبهولة الملامح، ولا تذكر إلا بسبب أن والله هناك مجاعة. كما نحن نريد أن نظهر الحقيقة أن ما هو في اليمن ليست حربا ما بين اليمن ودول الجوار السعودية، هي حرب قامت بها ميليشيات الحوثيين الانقلابية مع صالح، هذه حرب فرضت علينا، نحن نحاول كل جهدها. ولا تنسى أن سيطرة ميليشيات الحوثيين وصالح على مقدرات اليمن سواء وزارة الخارجية وغيرها من المؤسسات هي التي تجعل أن هناك كثير من الإعاقات والصعوبات في الوصول. لكن أعتقد صمود الشعب اليمني ونضاله واستمراره في التغلب على هذه الميليشيات يظهر الآن يوما عن يوم. نعم. سعادة السفير، يعني هل نستطيع القول أن هذه الفعاليات التي تقام حاليا تأتي لتهيئة المجتمع الدولي للمعركة القادمة إذا صح التعبير؟ هي تأتي في الأخير لتؤكد شيئين اثنين. أولا أننا قد يعني اتخذنا كل الوسائل المتاحة في أن ندخل في إطار عملية سلمية وأن ننفذ قرار الأمم المتحدة 2216، وذهبنا إلى مشاورات جنيف والكويت وغيرها. نعم. حاولنا أن نبتلع مرارة الجلوس مع ميليشيات انقلابية، وهذه سابقة تاريخية على وجه الخصوص. نعم. لم يحدث أبدا في أي مكان
في العالم أن جلست الدولة الشرعية مع ميليشيات إنقلابية الند بالند، لكن ورغم ذلك وتحملا للمسؤولية التاريخية جلسنا معهم لنصل إلى حل يوقف هذه الحرب. لكن ما يحصل أنهم استمروا بمزيد من التعنت، بمزيد من يعني العمليات الإجرامية تقوم بها الميليشيات، لا يعني أعمال لا يندي لها جبين ولا تشعر بخفض ضمير. إذن سعادة السفير، بالنظر إلى طبيعة المرحلة الحالية والمقبلة أيضا، برأيك ما هي الخيارات المتاحة؟ الخيار المتاح في الوقت الحاضر هو أن تحسم المسألة بشكل يعني واضح، أن هناك انقلاب قامت به هذه الميليشيات أنهت للأسف حاضر اليمن ومستقبله في الوقت، وإذا لم ينتهي هذا الانقلاب بالكامل لن نستطيع أن نخطو خطوات إلى الأمام. فأعتقد يفترض أن هذه المسألة تحسم حتى قبل أن تحسم على المستوى العسكري، يجب أن تحسم أيضا على المستوى النفسي والمستوى المعنوي والشعبي، وأن يقتنع كل أبناء الشعب اليمني شمالا وجنوبا وخاصة في المناطق التي لا تزال ترضخ تحت سيطرة الحوثيين مثل صنعاء وغيرها. عليهم على الشعب اليمني هناك أن يقتنع ويبدأ بمقاومة هذه الميليشيات. نعم، إذن أشكرك جزيلا سعادة السفير اليمني لدى باريس، شكرا جزيلا لك رياض ياسين. أعود إلى ضيفي الآخر العميد حسن الشهري الخبير العسكري. سيادة العميد، كل الأخبار تتحدث عن تحشيد لمعركة استعادة الحديدة، ما الأهمية للحديدة وكيف يمكن أن تؤثر على طبيعة المرحلة المقبلة؟ العمليات العسكرية لابد من تحقيق كامل الأهداف أو على الأقل معظم الأهداف التي تقود إلى سلام حقيقي، وبالتالي طالما لم يتم منع العدوان على الشعب اليمني وعلى المملكة العربية السعودية لم تتحقق حماية المصالح الوطنية وبالذات لليمن، لم تستطيع المتحدة أن تقوم بأعمالها بشكل حقيقي والاستمرار في دعم الشرعية والاستمرار أيضا في توفير المساعدات الإنسانية للشعب اليمني المخنوق حاليا، ثم فرض شروط السلام في اليمن على مرتكزاته الثلاث. كل هذه تقود، هذه الأهداف العسكرية تقود إلى الوصول إلى تسوية سلمية، والعمليات العسكرية مستمرة وإن كانت برتم بطيء، ولكن نعرف تلك المحددات من أن الحوثيين كما أشار سعادة اللواء والإنقلابيين يضعون مراكز العمليات وقيادة والسيطرة في أماكن سكانية مكتظة بالسكان، وأيضا مستودعات الذخيرة والصواريخ البلستية أيضا في أماكن شبيهة لذلك. وبالتالي أنا أعتقد أنه الحصار من خلال عمليات القضم للمناطق المحيطة بمنطقة آزال أو إقليم آزال من خلال تحرير كافة الشواطئ والجزر الغربية اليمن على ساحل البحر الأحمر، أنا أعتقد وتنشيط العمليات العسكرية في المحور الرئيسي باتجاه صنعاء وأيضا محور بقم واكتاف باتجاه صعدة، أنا أعتقد كل ذلك من خلال عمليات عسكرية سيؤدي إلى انهيار محتمل في وقت قريب لهذه العصابة، وتكون العملية العسكرية قد حققت أهدافها ونصل إلى تسوية سلمية يقتضيها جميع الأطراف اليمنيين ما عدا من كان يتحمل في عنقه دماء وأعراض الشعب اليمني. نعم سيادة العميد، يعني إذا ما نظرنا لمعركة الساحل الغربي من حيث الإمكانات العسكرية، هل تتوفر الإمكانات العسكرية لحسم هذه المعركة؟ بدون أدنى شك القوات المسلحة اليمنية حاليا أو ما يسمى بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبدعم هائل من التحالف بحرا وجوا ولوجستيا تستطيع، ولكن كما ذكرت قبل قليل هناك محددات على الأرض، محافظة الحديدة في أكثر من 2 إلى 3 مليون إنسان على بقعة صغيرة، وبالتالي تقدم المسائل الإنسانية قبل المكاسب العسكرية في مثل هذه الحالات، لكن في النهاية سيتم تحرير الميناء على الأقل،
لمنع وصول وتهريب الأسلحة والمخدرات وأيضا التجار بالبشر في تلك، لأنه الشريان الوحيد القوي الآن الذي يمد الحوثيين بأكثر من 100 مليار ريال يمني، وهو كافي لإدارة المعركة بالنسبة لهم وإدامة العمليات العسكرية ضد الشعب اليمني في الداخل. وبالتالي العمل العسكري قائم، وتستطيع القوات المسلحة أن تقوم بعملها كما نجحت في عدن، في العنب، في مأرب، في أجزاء من تعز، في السهم الذهبي الذي حقق عمليات ناجحة ابتداء من مخاب اتجاه الشمال، والآن تم تحرير أقوى معسكر، معسكر خالد أيضا حيكون له دور ونقطة تحول في العمليات العسكرية باتجاه جنوب محافظة الحديدة، وبالتالي إلى حصار الحديدة ثم دخول الميناء. نعم، إذا وضحت الصورة سيد سيادة العميد حسن الشهري الخبير العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا أرحب بضيفي، سينضم إلينا الآن من عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر مرحبا بك. مرحبا بكم. أهلا بك سيد عبد الناصر. في البداية، ما تقييمك لنشاط الشرعية والتحالف مع المجتمع الدولي؟ النشاط تقصد فيه النشاط الدبلوماسي، النشاط الدبلوماسي يعني طبيعي وعادي، ليس هناك من شيء جديد أو شيء مميز. المواقف تقريبا العالم، المواقف المعلنة هي نفسها، والمواقف الغير معلنة يبدو هي نفسها من القضايا الرئيسية في اليمن. هناك اتفاق أو تأكيد على أن ليس هناك من حل عسكري، هكذا يقول الكثير من الدول في العالم، بأنه ليس هناك من حل عسكري، وبأن الحل السياسي هو الحل الوحيد الممكن، هكذا كان بيان وزراء خارجية الدول السبع الكبرى الاقتصادية في إيطاليا قبل أيام، وهكذا أيضا نسمعه يردد في أكثر من مناسبة، هذا بشكل عام. نعم. ولهذا ليس هناك من شيء نستطيع أن نقول بأنه تحرك دبلوماسي، والتحرك الدبلوماسي بشكل عام للسلطة الشرعية هو تحرك باهت تماما، يعكس أداءها الضعيف والباهت على الأرض، وبالتالي أي تحرك دبلوماسي مع العالم الخارجي هو يتم من خلال دول التحالف التي هي صارت عمليا الوصية والتي تدير الشأن اليمني، والتي يتعامل العالم معها فيما يخص اليمن أكثر مما يتعامل مع السلطة الشرعية. نعم سيادة العميد، أيضا يعني دوما ما، أو سيادة السيد عبد الناصر، يعني دوما ما كانت الشرعية تتعلل بالضغوطات الدولية، يعني هل نجحت اليوم في التخفيف من تلك الضغوطات، أقصد في هذه اللحظة السياسية الراهنة؟ الضغوطات الدولية فيما يتعلق بالعمل العسكري تقصد، أو ماذا تقصد بالضبط؟ فيما يتعلق في العمل العسكري، يعني في العمل العسكري هناك معوقات موضوعية على الأرض أكثر، منها جزء منها طبعا المعارضة الدولية لبعض العمليات العسكرية أو التحرك في بعض الجبهات، ولكن بشكل عام هناك معوقات على الأرض تجعل من أداء السلطة الشرعية ضعيف وباهت في بعض القطاعات، كما أن بعض القطاعات أيضا العسكرية في الناحية العسكرية تتحرك بعيدا عن الشرعية ودون أي تدخل ودون أي إشراف منها، كما هو حاصل الآن في الجبهة الغربية التي تديرها الإمارات ودول التحالف بعيدا عن السلطة الشرعية تماما، وهذا يشير أيضا إلى أن هناك مشكلة رئيسية، أن الشأن اليمني ينبغي ومن الأجدى ومن الأفضل أن يدار إدارة يمنية ويكون هناك مساعدة من قبل دول التحالف. أما إدارته مركزيا من قبل دول التحالف فهذا يدخل اليمن في متاهات، كما أنه ليس له من الفاعلية، لأن اليمنيون هم أدرى بشؤونهم وهم القادرون على أن يتخذوا القرار المناسب والخطة المناسبة والفكرة المناسبة، لأنه مهما كان للأخوان في التحالف من دور ومن اهتمام باليمن لن يصل بهم الأمر إلى أن يقوموا ويحلوا محل اليمنيين أنفسهم.
لهذا السبب هناك مشكلة كبيرة منذ بداية الحرب وحتى الآن تنعكس على هذه الفوضى التي أصبحت منتشرة في اليمن وحالة المجاعة والفقر الذي يعيشها الشعب اليمني، وخاصة عدم قدرة الدولة على سداد رواتب غالبية موظفي الدولة، وهو الأمر الذي يشير إلى أن الوضع في اليمن أو الدولة اليمنية أصبحت في وضع أقرب إلى حالة الدولة الفاشلة تماما لولا الدعم المقدم من قبل دول التحالف الذي يبقيها على هشاشتها، ولكن لم تعد هناك مقومات حقيقية لركائز الدولة اليمنية، لا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى السياسي ولا على المستوى المؤسساتي بشكل عام. نعم سيد عبد الناصر، وفقا لما ذكرت يعني ما توقعاتك للقادم؟ يعني توقعاتي استمرار حالة الحرب المحدودة هنا وهناك، الاختراقات ربما البسيطة التكتيكية في بعض المناطق، حالة الجمود على المسار السياسي، المزيد من المآسي والأعباء الذي يتحملها الشعب اليمني بشكل عام وتحديدا في المناطق التي هي متضررة من الحرب بشكل مباشر. هذه هي الصورة لسوء الحظ، هذه هي الصورة الحالية والتي يبدو أنها ستستمر على الأقل في المستقبل القريب حتى نجد رؤية أخرى أو إدارة أخرى أو مراجعة حقيقية لما حدث منذ عامين. حتى الآن لا يبدو أن هناك مراجعة حقيقية، يبدو أن هناك استمرار في العمل بنفس الآليات وبنفس الوسائل وربما بنفس الأشخاص. نعم. الذي ثبت أنها كانت كلها فاشلة. نعم، إذن أشكرك جزيلا المحلل السياسي عبد الناصر المودع، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. مشاهدينا بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر ضيوفي، كان معنا من باريس سعادة سفير هناك رياض ياسين، ومن السعودية كان معنا السيادة العميد حسن الشهري الخبير العسكري، والشكر أيضا للمحلل السياسي عبد الناصر المودع كان معنا من عمان. ختاما مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى أن نلتقيكم في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله وحفظه.